وخلينا اقول برضو انه هم مستمرين في يعني دعواتهم من الخارج واحنا مستمرين في فتحها. خلينا نشوف بقى الاذرع الاعلاميه لجماعه الاخوان الارهابيه، واحد يسمى محمد ناصر، طبعا حضراتكم يعني تابعتوا فيديوهاته، بيهاجم خطه الدوله لاعاده هيكله الكهرباء، اسعار الكهرباء، واللي بتهدف لتوجيه الدعم لمساره الصحيح، يعني بدل ما يستفيد منه الشخص اللي غير محتاج للدعم يروح للاكثر احتياجا. احنا قررنا كمان نرجع لارشيف محمد مرسي ونوري لحضراتكم ازاي كانت الجماعه الارهابيه دي هتحل ازمه الكهرباء. انا عايزك تشوف الفاتوره دي كده، الزيادات دي كده، بص بص بص، هي في 6 سنين يا علي، يعني كل سنه كانت بتزيد، يعني مش مفاجاه، ما انت اتعودت بقى ولا ايه؟ قطع الكهرباء فيه أخطاء فنية، لكن المتفق عليك خطة للصيف وغيره أن يكون ممنهجا ومعلنا ومعلنا. ما فيش 8 ساعات والكلام ده، أنا معلش أنا بقى في كلام بيتقال، يعني هو كان الاتفاق اللي قبل كده ساعتين ممكن تكرر مرتين في أقصى حاجة في أماكن معينة. يعني هما ساعتين في مرتين، يعني 4 ساعات في اليوم يتحمل المواطن المصري، ولا 6 ساعات يتحمل المواطن المصري في اليوم، هو يعني ده مصيره وده مستقبله، هيعيش في ظل قطع الكهرباء، هو ده الحل. كلنا عشنا هذه الفترة وعشنا انقطاع التيار الكهربائي في عز الامتحانات وفي عز درجات الحرارة المرتفعة، وكلنا عانينا وبشدة، وللأسف هذا يعني الإعلامي كان أحد المسؤولين في وزارة الثقافة، والخطورة هنا في يعني وجود بعض العناصر وبعض العناصر التي لا زالت موجودة في بعض مؤسسات الدولة، وتحتاج أن احنا يعني نقف أمام هذه التحديات التي تنهش في جسد الوطن حتى الآن. فإحنا محتاجين أن احنا نبقى حذرين كل الحذر، لأن هؤلاء هم من يستغلون أماكنهم ومواقعهم لصالح أهدافهم المغرضة.